بدي يا ريت. انت بتسرقي اللبن يا بيت؟ اني ابدا والله يا جناب العمدة. شش وط صوتك، انا شايفك بعناية دول وانت بترضعي. ابدا والله، داني بس كنت بشوفه يعني. ليكون ليكون ايه؟ هو يا بنت هبله اللبن هينزل من درع الجاموسه قاطع ولا حامض؟ يخرب بيتها بلدك على بيت حلاوتك. بس انا يا بنت انا مسامحك، مسامحك بالقوي خالص. ربي يخليك يا جناب العمده، والله يا جناب العمده انا غلبانه. انا عارف غلبانه، غلبانه وحلوه، حلوه حلاوه الحلويات كلها. عارفه يا بنت لو كانت ستك حافظه اللي شافتك وانت بترضع اللبن ده، ايه ده؟ ده اللبن غرقك خالص وغرق. تعالي يا بنت ما امسحهولك، تعالي امسحهولك. بس انا همسحلك اللبن مش حاجه تاني. انا همسح. انا ايوه أنا امسح يا عمري، امسح بس بحنيه. هو في ايه يا حفيظه؟ جرى ايه؟ يا مسح للغرب وشايل ذنبهم، امسح لاهل بيتك وخد اجرهم. ايه الكلام ده؟ ايه الغرب بتغور يا بنت؟ انت تجيبي ميه الوضوء اللي انا قلت لك عليه. انت مصحيينه ولا مصحيينه؟ يعني ميه وضوء؟ والله انت ما قلت لي جيبي ميه ولا حاجه يا عم. والله يا ست حفيظه ما قال لي جيبي ميه ولا حاجه. ايه يا حاضر يا عمي، انا هجيب لك كل اللي انت تامر به. بس انا ما اخدش امري باي ميه ولا غيره، والله العظيم ما حصل. البنت بتستهبل، بتستهبل. استني هنا يا بنت. ايه يا عمدي، هتتوضى هني؟ انسيت، ما انت غاوي وساخي. والله يا ست فوري بقى دمي بقى يا حفيظه على الصبح، فوري دمي. والله يا ست حفيظي ما حصل، ده جناب العمدي والله. اخلصي يا بت، انت ايه انت تكوني علشان تجيبي سيره العمده على لسانك؟ بس كده يا ست حفيظي ليه؟ انت تحطي لسانك في بقك وما ترديليش الكلمه يا بت، وتاخدي بعضك وتغوري من هنا وما اشوفش وشك. والله يعني كنت جيت هنا بخطري ولا انا يعني كنت جيت هنا بخطري؟ لا بقول لك غوري يا بنت، بقول لك غوري. ما انا عارفه يا اختي انه مش بخطرك، عارفه انه مش بخطرك. استغفر الله العظيم وكل ذنب، استغفر الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام، تعجبني وانت تقي وانت بتخاف ربنا. الظاهر ان الواحد لا هيتوضى ولا هيصلي في اليوم ده. ايه ده؟ نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب يا عتمان.